استاذ احمد حسن الشرقاوي مرشح لعضويه النقابه، الاول انت ايه رايك في الاقبال للصحفيين على التصويت في هذه الانتخابات؟ الاقبال معقول وبيعكس نوع من النضج والرشاده لدى الجماعه الصحفيه لاهتمام بشؤون نقابتهم. اكتملت الجمعيه العموميه للنقابه وتم التصويت، نحن الان في منتصف فتره التصويت. الاقبال مبشر ورائع ويدل على وعي الجماعه الصحفيه، النواه الصلبة داخل الجماعة الصحفية لا تزال محترمة ومقدرة وتدرك قضاياها وتدافع عنها. امتى يتم غلق باب التصويت؟ من المفترض ان يتم المد ساعتين كما تم المد بالنسبة للتسجيل، فينتهي التصويت في 9 مساء. انت شايف، انت اذا ان شاء الله تم اختيارك كعضو نقابة، شايف انت تقدر تعمل ايه مع زملائك اللي ممكن يتم اختيارهم؟ الحقيقة أنا برنامجي مبني على شعار الاستقلالية لبيت الصحفيين أي النقابة، والحرية لصاحبة الجلالة أي مهنة الصحافة. والبرنامج بتاعي مبني على أنه إذا تحققت الاستقلالية في موارد النقابة المالية سننطلق من هذا إلى الحريات الأخرى، ونطلق حرية الصحافة في هذا البلد، ونعمل على تطهير الإعلام ككل. بداية الانطلاق لتطهير الإعلام من مجلس نقابة الصحفيين المصريين. أي محاولات لتطهير الإعلام من خارج هذا المبنى الذي نتحدث فيه الآن في تقديري ستبوء بالفشل، لأنها ضرب في الريش. الضرب في العمق والتطهير من العمق يبدأ بتطهير مجلس نقابة الصحفيين وجعل نقابة الصحفيين مركز الحريات في هذا البلد. برنامجي قائم على هذا وسأدافع عنه، وسأدافع عنه بكل ما أوتيت من قوة وحتى لو بذلت حياتي. إذا لم يكتب ليك النجاح، هل أنت قادر على التعاون مع أي مجلس نقابي أنت ترى أن فيه زملاء مبشرين زيك؟ بالتأكيد بالتأكيد، أنا عملت مع كل المجالس السابقة كعضو في الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وكالة أنباء الشرق الأوسط هي التي أعمل وأتشرف بالعمل بها، هي التي تحدد السقف السياسي لبقية الإصدارات الأخرى. خضنا داخل وكالة أنباء الشرق الأوسط معركة كبيرة جدا وصلنا فيها دلوقتي لنوع من التقدم المعقول في التعامل مع الشأن السياسي والتعامل مع كافة الأطياف السياسية، وتثبيت مبدأ أن وكالة الأنباء الرسمية الوحيدة في مصر هي ملك لكل أبناء الشعب المصري بكافة طوائفه وتكتلاته وتحالفاته وأحزابه، وليست ملكا لحزب حاكم أو لنظام سياسي. إننا نسعى الآن لأن تكون نقابة الصحفيين والإعلام المصري كله مملوكا للشعب المصري، يملكه الشعب المصري، يتحدث فيه الجميع دون خوف ودون رقابة، سواء رقابة مفروضة عليه أو رقابة ذاتية علمتها إيانا النظم السابقة البائدة. أول حاجة ممكن تطرحها على مجلس النقابة إذا تم اختيارك، أول مقترح ممكن يطرحه الأستاذ أحمد حسن؟ اولا انا قلت الكلام ده في برنامجي وفي دعايه الانتخابيه مع الزملاء، بعد ما يعني اذا ربنا وفقني وكنت عضوا في هذا المجلس، بعد ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعقد اول اجتماع ساطرح على الزملاء مدونه سلوك للاداء النقابي، لاننا اعتقد انه الكثيرين من الزملاء لا يعرفون معنى الاداء النقابي. الزملاء البعض تطرحهم تيارات سياسيه وتطرحهم جماعات سياسيه دينيه، ومن يكون العامل في نجاحه جماعه سياسيه او تيار سياسي فهو مدين له بالولاء اكثر من ولائه لنقابته ولزملائه، وده ما كان يحدث معنا في السابق، فكانت الحكومه تبعث لنا بنقيب وتعطيه للصحفيين رشوه ماليه، وبالتالي يصبح نقيب الصحفيين مدينا بالولاء للنظام السابق وبالتالي كل مهنة الصحافة. الآن سأطرح في أول لقاء إذا ربنا وفقني وكنت عضو في هذا المجلس مدونة سلوك للأداء النقابي، لكي يعرف الزملاء ما معنى أن تكون نقابيا. النقابي في الأول وفي الأخير زميل يعمل في ذات المهنة وينتمي إليها ويعمل على خدمة زملائه ومهنته، ولا يعمل على خدمة تيار سياسي أو حزب سياسي أو جماعة سياسية. سأطرح مدونة سلوك للأداء النقابي كما طرحت كمرشح مع زملاء آخرين مدونة سلوك للأداء الانتخابي، رفضنا فيها فكرة الرشاوي الانتخابية والمزايا التي تعطى للناخب، وأكدنا على أهمية التصويت الإيجابي، أن تفرز الزميل المرشح
عندما يتحدث وعندما يتكلم وتفرز تاريخه النقابي وأداؤه لكي يكون ممثلا ومعبرا بتعبيرا جيدا عن المهنة النبيلة المحترمة التي سندافع عنها بكل ما أوتينا من قوة. شكرا لك يا فندم.